يعني من حق أي حكومة عراقية، إن كانت حكومة القاضي أو حكومة أخرى، الاستعانة بالمجتمع الدولي لحقيقة القضاء على الإرهاب، على الفساد، على نفوذ جماعات الضغط الصغيرة في العراق. ولهذا أرى في أن الكاظمي استطاع حقيقة منذ تسنمه أولا إبعاد هذه الجماعات عن القرار السياسي، هي بعيدة أصبحت عن القرار، والتأثير على القرار السياسي أبسطها هو حقيقة استبعادها بعد أن حاولت المشاركة في لجنة الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، بالإضافة إلى هنالك بعض الشخصيات التي عينت ربما كأمانة بغداد، بعض الهيئات، هيئة الاستثمار كانت بعيدة عن سيطرة الأحزاب. هو حاول حتى في موضوع منافذ الحدودية تقويض نفوذ أو تمويل هذه الجماعات، وما ولا يوجد مانع من أن تكون ورقة الكاظم البيضاء الاقتصادية هي أيضا تنسحب على هذا الجانب بعد أن لاقت قبولا في الاتحاد الأوروبي في واشنطن. وأيضا نرى في أن واشنطن حقيقة تنظر إلى هذه الجماعات في أنها في انحدار مستمر، يعني عدد الصواريخ التي أطلقت يوم أمس لا تعني بالضرورة أن هنالك قوة حقيقية لإيران مؤثرة بالمنطقة، لأن تهور أو جدلية ترامب أحرجت إيران في رد فعلها تجاه حادثة المطار كما تفضلت بها قبل قليل، وهي عادت بإيران إلى مربع آخر إلى الوراء، جعلها متساو مع دول المنطقة. دول المنطقة أصبحت أكثر تماسكا لنتحدث بواقعية بعد التطبيع الذي حصل هنالك تماسك حصل ضد بالضد من الجانب الإيراني، وهذا جعل إيران في موقف آخر أضعف وجودها نحو فتح ملف الاتفاق النووي من جديد. هناك الكثير ربما لم يسلط الضوء على هذا الموضوع بطريقة أخرى، لكن أنا أقول إن إيران تراجعت في ملف الاتفاق النووي، وأن انتهت موضوع العقوبات أو تصديرها للأسلحة واستيرادها للأسلحة، لكن هنالك ربما عقوبات فردية ستلاحق الدول المتعاونة مع إيران من قبل واشنطن. أيضا هنالك بعض الشركات التي حقيقة تتداول هنالك بعض من الحوار الاستراتيجي بين فريقي بغداد وواشنطن، بعض الشركات العالمية التي من الممكن أو الأمريكية أو الأوروبية التي ستلاحق الأموال التي استطاعت جماعات الضغط الصغيرة تهريبها إلى الخارج عبر رجال أعمال. هنالك رجال أعمال يعملون على الحصول على مشاريع داخل العراق من قبل هذه الجماعات كما كان في الوزارة السابقة، ومن ثم العمل على دعم إعادة الدعم هذه الجماعات مرة أخرى بالمال لغرض التهيئة أو صناعة السلاح، لأن الأسلحة المستخدمة في الآونة الأخيرة من قبل جماعات الضغط خصوصا التي تستهدف البعثات الدبلوماسية هي أسلحة مصنوعة محليا.